حديث سوى عن هذه المواجهة، مباراة تخطف الأضواء ونشعر من خلالها في هذه الأجواء بقيمتها الكبيرة. ننتظر الكثير في هذا اللقاء وسنكون على الموعد في تغطية متميزة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض. اليوم نحن على موعد مع كلاسيكو سعودي غير عادي هنا في استاد الملك فهد في مدينة الرياض. سنشهد على تاريخ جديد يكتب بين الهلال والاتحاد، كلاسيكو النجوم والأسماء، مباراة التاريخ والبطولات، قمة المتعة والتنافس، كلاسيكو سعودي نريده على المستوى. نتمنى بأن يلبي الطموحات في ملعب يكتظ بالمشجعين وحماس منقطع النظير هنا في هذا الكلاسيكو. برافو للمدافع، خلص الكرة، تصويبه بتروح، تصدي جيد للكرة. يتوغل باتجاه المرمى، المرور ممتاز، الله على اللقطة، مغامرة بتدخل رائع داخل المنطقة. الأرقام تؤكد على قوة الهلال الدفاعية في هذا الموسم واستقباله لأقل عدد من الأهداف في بطولة الدوري. لديهم عناصر دفاعية قوية جدا من الناحية الفردية، وأيضا التنظيم الدفاعي مميز جدا في الفريق، ومن مباراة إلى أخرى يبني ثقة كبيرة ويجعل الكل يحسب لهم ألف حساب. والمساحة موجودة الآن على الأطراف، نجاح في تجاوز الخصم، رائعة في هذه اللعبة، اعتراف في الوقت المناسب يمنع الخطورة. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة، كرة مرتدة والدفاع بحاجة للعودة بشكل سريع. تغير المسار، الكرة إلى ضربة زاوية، ركنية باتجاه المنطقة، حارس المرمى يبعد الضربة ركنية بقبضة يده. ميشيل، سالم الدوسري، الجماهير كلها طالبة بالتسديدة. أوهو، هدف، والهدف الأول في المباراة يأتي، لا يمكن الصمود أمام كل هذا الهجوم، أجواء خيالية، احتفالات كبيرة، هدف مستحق بعد ضغط كبير من أجل التسجيل. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. قوة كبيرة في الحفاظ على الكرة، يا الله على التدخل في هذا المكان، انطلاقة قوية في الثلث الهجومي. سالم الدوسري، تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية، محاولة لكرة مرتدة، ضاعت الهجمة المرتدة، والآن الكرة بتعود للفريق الآخر بكل روعة، يقطع الطريق، تصدي مثالي.
تلعب في عمق ال 18. والآن وصلنا لنهاية الشوط الأول والنتيجة تشير لتقدم الهلال. الدفاع الأفضل في البطولة يؤكد مرة أخرى أفضليته وتفوق من جديد بعد أداء قوي في الشوط الأول وتقدم بهدف نظيف. حقيقة ما يقدم الفريق من تنظيم دفاعي هذا الموسم يجب بأن تتعلم منه بقية الفرق الأخرى. شوط ثاني يبدأ من عند الاتحاد. الكرة تذهب سهلة في المكان اللي يقف في حارس المرمى. سيركي سافيتش. تحرك جيد في الثلث الهجومي. حلوة الكرة البينية يكسر فيها المدافعين. أوه على هذا التصدي، أي حارس مرمى، أي إبداع، أي تفوق، أي ردة فعل، أي كرة من مسافة قريبة، حارس مرمى كبير بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. سيركي سافيتش. الكرة بتضيع من جانب الهلال. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. الهلال ينطلق على طرف الملعب في هذه اللحظات. هل يسجلها الآن؟ أي شجاعة هنا في الاعتراف. واضح بأن الدقائق الآن فيها تدخل من جانب المدربين. نشاهد الأوراق في نفس التوقيت في هذه المباراة. بينفذ الركنية وتبعد الكرة عن منطقة الخطورة. فرصة يجب استغلالها في الهجوم المرتد. فابينيو. لويس فيليبي. يبحث الفريق عن التعادل لكنه لا يغامر ولا يتسرع. رمي التماس في مصلحة الهلال. تغيير جري نادي الاتحاد. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. ميتروفيتش. قطع للكرة قبل أن تشكل خطورة. دفاع متأخر بدون ضغط مبكر. لعبة هجومية متاحة خيارات كثيرة في الأمام. ميشيل. اعتراض ناجح في توقيت مثالي. رومارينيو. لويس فيليبي. ينجح في استعادة الاستحواذ. مساحة موجودة على الأطراف لكن ضاعت المحاولة. كان ممكن تشكل خطورة أكبر على المرمى. هجوم الآن لا ندري إن كانت صافرة نهاية المباراة مشاهدينا. والهلال يحقق الفوز والثلاث نقاط هنا. مواجهته كانت صعبة، الفوز لم يكن سهلا أبدا، كان ممكن يروح منهم في أي لحظة، لكن في النهاية تحقق المراد وخرجوا من نقاط الثلاث.